واهلا بيكم في فيديو جديد معانا في قناه ادم جي اكس. واخيرا هنعمل فيديو اللي دايما مطلوب، افتح باكس اليوجيو اي ار ال. فاخيرا جبنا اليوجيو هايدن ارسنال الشابتر 1، كانت اخر واحده في الستوك، فالحمد لله انا جبتها وعملت الاوردر قبل ما يخلص. فبمناسبه انا ما اعرفش انت واخد بالك ولا لا، بس المفروض ان السيت اب اتظبط شويه والدنيا بدات تبقى احسن في المكان. فما تنساش لو حابب تدعم الفيديو تعمل لايك للفيديو، ده بيساعد الفيديو يوصل لناس اكتر. ولو حابب تدعم القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ده بيساعد القناه جدا. ويلا بينا على الفيديو بسرعه ونشوف ايه اللي جوه الباكس دي. وكده معانا البوكس بتاع اليوجيو هايدن ارسنال شابتر 1 انجلش اديشن فيرست اديشن كالعاده. والمفروض انها هيبقى فيها زهر او دايس، المفروض ان احنا عندنا 5 اشكال والمفروض يطلع لنا شكل منهم بشكل عشوائي. والمفروض ان في كل بوكس هنلاقي 2 باكس، كل باك فيها 18 كارت ومعاهم كارت سيكريت رير من 7 اللي موجودين. وطبعا زي ما قلنا برضو زهر منهم كولكتبل زهر هيبقى شكل منهم. فيلا بينا، لان انا بصراحه متحمس جدا. نفتح على طول، ان انا متحمس لها جدا. معانا كفر، معانا مش عارف كفر ولا لا، لان حتى انا كمان متشرف. ايه يلا، عشان متحمس جدا 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 جدا. اوكي ما فتحتش كويس. اوكي مبدئيا كده من الواضح معرفش ايه، بس اكيد المانوال ده ما يهمنيش. وخلينا نبعد دي كمان هنا ونشوف نفتح دي ازاي. فين ده اكتر زهر انا كان نفسي يطلع لي. ف يب من اولها يعني اوكي، حاسس ان انا محظوظ بتاعت الباكس دول. وفي البرومو اللي المفروض يبقى فيه السيكريت رير كارد، مش هنشوفه دلوقتي، هنخليه للاخر. وخلينا نفتح اول باك، خلي دي كده قدامنا لانها كده بالنسبه لي علامة حظ. تمنتاشر كارت في باك واحدة بالنسبة لي حلو مش وحش. استراتيجي اوف ذا ايس بارير، اوكي. فلانفيل دراجونوف، اوكي. نيو فلانفيل شامان، اوكي نوت باد. دي وردك اوف ذا ايس بارير حلو. جنرال رايو اوف ذا ايس بارير حلو. الاي اوف جاستس كلوزولاس، اوكي. جيو منسر اوف ذا ايس بارير حلو. نيجي بقى للراريتي الجديده، لا انا مش فاكر اسمها بس شكلها تحفه. واو، ناتشرال ليو دريك، اهلا بيك معانا. تريا بامبو شوت، اهلا بيك معانا. الان شكلهم تحفه. دراجونيتي فلايك فلانكس تحفه. ماست فالي ابيكس افيون، اهلا بيك معانا. ونرجع للراريتي الكومن العاديه المعفنه، ناتوريا توليب، كي دراجينيتي بيليوم، كي فابلت فالكيريس، كي دراجينيتي كوريسكا، اوكي فابلت ايا كان، اوكي ذا فابلت شاوا، اوكي ناسوريا وايت هواك، اوكي. وخلينا نجيب الكروت الكومن العادية على جنب هنا كده. و
خلي من هنا ده هنا كده ونشوف الباك الثانية. طب بيطلع لي حاجة جامدة فيها. الريديتي انا عجباني جدا، يعني مش عارف اوصف قد ايه. Sacred Spirit of the Ice Barrier، اوكي حطها هنا بقى. Harpy Lady 2، اوكي. General Gentle of the Ice Barrier، اوكي. Defender of the Ice Barrier، اوكي. انا واخد بالي ان الكروت اللي طلع لي supported اكتر لل Ice Barrier، مجموعة الايس بارير، ودي حاجة حلوة لان انا كنت بفكر اعمل مجموعة الايس بارير هي. هنشوف هنقدر نعمل ايه. نيو فلامفل هيد هوج هيد هوج ايا كان ميداليون اوف ذا ايس بارير، ونتنقل للراريتي الجامدة جدا بتاعتنا جنرال اوف ذا ايس بارير. انا حرفيا اكيد 100% هسبورت المجموعة بتاعت الايس بارير عشان اللي طلع ده. ده تريشولا دراجون اوف ذا ايس بارير. اوه تحفة. وبعده دراجون اوف ذا ايس بارير ايا كان مش دعوة باسمه. و دارك بالادين. اوه اشتط حلو جدا. انا محظوظ النهارده. ناتريا كوزمو بيت ذا فابلت كوكيتور فابلت كروس فابلت اشانفيل ايا كان ناتريا بيتل بير سيكر كراش فينومينال كارد نوستالجيا كارد شكله حلو. وي فابلد اوريستوس ان كان اسمه ايه. وي كده متبقي معانا الباك بتاعه البرومو اللي المفروض فيها السيكريت رير كارد. ومن الفيديو ده يا جدعان من موقعي هذا احب اوجه لكم رساله ونصيحه، وهي اتل تاخد حاجه نظيفه يا ابني. خلينا نطلع بقى البروم كارد. حلو ارمي دي بقى على الارض مش مشكلة. واو ديبسي ريبتيت ايا كان تحفة. فكرة ان الالوان بتاعتها نفسها تحفة برضه. واو انا بصراحة مش عارف اقول ايه، بس ان دول كده الأربعة دول يطلعوا لي مع الظهر ده كده، أنا كده بعتبر نفسي محظوظ. أنا كده خلاص أنا إنسان محظوظ بقى، ما حدش يكلمني تاني. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو لأن ده بيساعد الفيديو يوصل لناس أكتر. ولو حابب تدعم القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لأن ده بيساعد القناة جدا. وفي نفس الوقت كمان لما بشوف دعم على الفيديو بقدر إن أنا آخد القرار في إن أنا أعمل فيديو تاني زيه أو ليه علاقة بيه. فاشوفكم في الفيديو الجاي اللي هو قريب جدا جدا جدا. وسلام.